الحمد لله كان فزنا عن جدار واستحقاق، وان شاء الله غيديوها ان شاء الله تاخذ من السعوديه ان شاء الله. جينا احنا ان شاء الله ديبلاسمون من المغرب ديبلاسينا هنايا، وان شاء الله غنديوها مربوحه ان شاء الله. وشرفونا وشرفوا الكره المغربيه، ودي مراجع ودي مراجع ودي يا مراجع راجا ويا وداديه، المهم مغربيه ان شاء الله. بغاش نمشي للمغرب، حنا وداديين وجينا نتفرجوا في الراج. واقع كنت انت والصديق ديالك كيفاش تابعتوا اللعب؟ والله عجبونا الحمد لله، لعبوا مزيان تبارك الله عليهم. هادشي اللي هو الشيء يعني اللمسه ديال الكره القدم المغربيه بانت هنا، والتفوق ديالها على الكره القدم الجزائريه. اه والله الحمد لله الحمد لله، المغرب غادي مزيان في الكوره، اللهم لك الحمد. رسالتك للاعبين ديال البطوله الوطنيه بالخصوص، الله يوفقهم. هادشي اللي نقول لك. الله يخليك.